بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من المجالس التي يعقدها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند حفظه الله تبارك وتعالى في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان من العام 45 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى في كتابه الصوم حكم وأحكام: أثر غسيل الكلى حال الصيام. الحديث عن أثر غسيل الكلى حال الصيام، وهل يفطر الصائم به إذا قام بغسيل الكلى أم لا؟ وهذا الحديث إذا تمت هذه العملية في نهاية رمضان. هذا الموضوع مهم، سأل عنه بعض المرضى ممن ابتلي بمرض الفشل الكلوي، عافانا الله وإياكم وشفانا وشفاهم من كل مرض، وجعل ذلك تكفيرا لسيئاتهم وخطاياهم، ومن عليهم بالشفاء والأجر والمثوبة، وذلك بالسؤال عن أثر غسيل الكلى حال الصيام، وهل هذا يفطر به الصائم إذا تمت عملية غسيل الكلى في نهاية رمضان أم لا؟ والمتأمل في عملية غسيل الكلى كيف تتم يجد أنها عادة تتم بأحد طريقين: إما بما يسمى بالكلية الاصطناعية، والتي يسحب الدم من خلالها إلى الجهاز ثم تتم تصفيته، ومن ثم يعاد إلى الجسم عن طريق الوريد، والمريض يحتاج في غالب هذه العمليات التي تتم عن طريق الكلية الصناعية إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد في عملية غسيل الكلى، فما الحكم الشرعي في هذه الطريقة الأولى من طرق غسيل الكلى؟ إذا كان إخراج الدم من الجسم بهذه الكمية ثم ينقى ثم يعاد مرة أخرى، وأيضا يضاف إليه بعض المواد الكيميائية التي تقوم بعملية التنقية، ثم يحتاج المريض إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد، فإن هذا الطريق من طرق غسيل الكلى يفسد به الصوم إذا قام به المريض في نهاية رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي المصطفى والنبي المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلا يزال الحديث في بيان بعض أثر العلاجات والأدوية التي يحتاجها المريض في نهار رمضان، وهل لهذه العلاجات أثر على الصيام أم لا. ومن هذه العلاجات غسيل الكلى، وهذا أمر مشتهر اليوم بمن عندهم ما يسمى بمرض فشل الكلى أن تعمل عملها المعتاد. فهل إذا تمت عملية غسيل الكلى في نهار رمضان يفطر به الصائم أم لا؟ والجواب أن هذه العملية، عملية الغسيل للكلى، تتم بأحد طريقين: الأولى
الطريق الأولى ما يسمى بالكلية الاصطناعية، وهو أن يخرج الدم من المريض ثم يدخل في هذه الكلية الاصطناعية، في هذا الجهاز، لتنقية الدم وإضافة بعض العلاجات، ثم يعود الدم النقي أو المنقى إلى جسم المريض. فهذا لا شك أنه إذا قام به المريض في نهار رمضان أنه يفطر به، وذلك لأن أعظم ما يتغذى به البدن الدم، وهو من أعظم المغذيات. وقد مر معنا في قاعدة المفطرات التي مرت معنا في درس أمس أن المفطرات ما كان أكلا أو شربا أو كان في معنى الأكل والشرب أو كان في معنى الأكل والشرب صورة حقيقة الأكل والشرب، أو كان أكلا وشربا صورة أو معنى، صورة أو معنى. وقلنا إن الصورة الأكل والشرب المباشر هذا واضح، لكن صورة الأكل والشرب أن يدخل إلى جوفه من المنافذ المعتادة وهي الفم والأنف ما يدخل، يدخل إلى الجوف من طريق الفم والأنف هو مفطر، سواء كان أكلا أو شربا أو لم يكن أكلا ولا شربا. لو كان حديدا أو حبوبا يتناولها هذا ليس طعاما ولا شرابا، لكنها في صورة الطعام والشراب لأنها دخلت من المنافذ المعتادة، أو ما كان في معنى الطعام والشراب وهي ما يتغذى به الإنسان ولو لم يدخل عن طريق الفم أو الأنف، كالأبر المغذية وكالدم الذي يتناوله الإنسان عن طريق المغذي أو عن طريق تنقية الدم عند مرضى الفشل الكلوي، فإن الدم مادة غذاء الإنسان. وعلى هذا من كان يقوم بعملية الغسيل في نهار رمضان ولا يستطيع تأجيل عملية الغسيل إلى الليل فإنه معذور بالمرض ويفطر بهذا ويقضي في أيام لا يكون فيها غسيل الكلى. نعم. قال شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى: وهذا الحكم هو ما أفتى به سماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، فقال لمن سأله عن ذلك: يلزمه القضاء بسبب ما يزود به من الدم النقي، فإن زود مع ذلك بمادة أخرى فهي مفطر آخر. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: ولا شك أن المريض حال غسله للكلى يخرج منه كمية كبيرة من الدم لتنقيتها، ثم تتم بعد ذلك إعادتها إلى ذلك البدن. وحديث أفطر الحاجم والمحجوم، وإن كان في الحديث مقال من حيث الحكم وهل هذا الحديث منسوخ أم لا، فهذا اختلف الفقهاء فيه رحمهم الله اختلافا في دلالته، إذ إن من المعلوم أن جمهور الفقهاء لا يقولون بأن الحجامة من المفطرات، وإن كان على خلاف الرواية يعني الحنابلة رحمهم الله، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى أن الحجامة من المفطرات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلماء متنازعون في الحجامة، هل تفطر الصائم وتفطره أم لا؟ والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
أفطر الحاجم والمحجوم كثيرة، قد بينها الأئمة الحفاظ، وقد كره غير واحد منهم والصحابة الحجامة للصائم، وكان منهم من لا يحتجم إلا بالليل، وكان أهل البصرة إذا دخل شهر رمضان أغلقوا حوانيت الحجامين، والقول بأن الحجامة تفطر وتفطر يعني تفطر الصائم مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد ابن حنبل وإسحاق ابن راهويه وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. قال شيخنا حفظه الله: ومن التعليلات التي يعلل بها التفطير بالحجامة أن الحجامة يضعف بها البدن، ويحتاج الإنسان إلى أن يتناول بعض السوائد وبعض المغذيات لأجل أن يستعيض البدن ما فقدهم بسبب الدم. ونحن نرى أيضا أن هذا واقع لبعض المرضى الذين تضعف أبدانهم وقواهم بسبب غسيل الكلى أثناء عملية الغسيل. وهذه علة ثانية في أن هذه العملية لغسيل الكلى مفطرة للمريض إذا قام بعملية الغسيل، وهي علة ضعف البدن جراء عملية غسيل الكلى. فإن المريض عندما يقوم بعملية الغسيل يضعف بدنه ويحتاج إلى تناول بعض السوائل ونحو ذلك أو بعض الأكل ليقوى بدنه بعد هذه العملية. فإذا كان الأمر كذلك فإن حاجته إلى الفطر قائمة وهو مريض، فيكون بذلك كما بينا أن مجرد دخول الدم مرة أخرى إلى بدنه هذا مفطر بذاته، يفطر به الصائم، ويكون بذلك هذا اليوم الذي تمت فيه عملية غسيل الكلى لا يحسبه ويفطر فيه ويقضي بدلا عنه في أيام لا يكون فيها الغسيل. نعم. حفظه الله. والطريقة الثانية من طرق غسيل الكلى وهي عن طريق الغشاء البيروتوني في البطن، تدخل كمية أو جهاز صغير عبر فتحة صغيرة يحدثها الطبيب في البطن، فيدخل أنبوبا صغيرا فوق السرة، ثم يدخل لترين من السوائل التي تحتوي عادة على نسبة عالية من سكر الجلوكوز إلى داخل جوف البطن، وتبقى هناك فترة، ثم تسحب مرة أخرى، وتكرر هذه العملية مرات عديدة في اليوم الواحد. لا شك أن الحقن المغذية والسوائل المغذية التي تدخل إلى جوف الصائم إذا كانت بمعنى الطعام والشراب ويستعيض بها البدن عن الطعام والشراب، لا شك أنها من المفطرات. وهذا الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي عليه عامة أهل العلم من المعاصرين، ذهبوا إلى أن الحقن المغذية والسوائل التي يتغذى بها البدن وإن لم تدخل إلى جوف الإنسان عن طريق منفذ معتاد، لكنها لما كانت في معنى الطعام والشراب كانت من المفطرات. وقد تقدم الحديث عن ضابط المفطرات وهي ما كانت أكلا أو شربا، والضابط هو ما كان أكلا أو شربا صورة أو معنى. ومعنى قولنا معنى للطعام والشراب يعني يستعيض به الصائم عن الطعام والشراب ولو لم يكن في صورة الطعام والشراب، بأن كان من منافذ معتادة، بل دخل إلى الجوف عن طريق غير المنافذ المعتادة، لكن استعاض الإنسان به عن الطعام والشراب، فيبقى ربما أياما أو أشهرا وهو على هذه المغذيات ويستعيض بها عن الطعام والشراب، ويتقوى البدن بهذه المغذيات، فهي بمعنى الأكل والشرب. وعلى هذا فإن هذه الطريقة التي تتم بها عملية غسيل الكلى
يفطر بها الصائم، وعليه أن يقضي إذا احتاج أن تتم عملية الغسيل في نهاية رمضان، إذا احتاج أن تتم عملية الغسيل في نهاية رمضان وهو معذور لأنه في حكم المريض، ويقضي عن ذلك اليوم إن كان يستطيع في الأيام التي لا تتم فيها عملية الغسيل. الطريق الثانية ما يسمى بالغشاء البروتوني، وهي طريقة يستخدمها بعض مرضى فشل الكلوي، ويحدث الطبيب فتحة صغيرة يدخل أنبوبا صغيرا فوق السرة، ثم تدخل السوائل عن طريق هذه الفتحة، وهذه السوائل تحوي على نسبة عالية من سكر الجلوكوز وهو مغذي. وقد مر معنا في قاعدة المفطرات ما كان أكلا أو شربا صورة أو معنى، وقلنا صورة أن يكون دخل إلى الجوف بالمنافذ المعتادة، ومعنى أنه دخل إلى جوف الإنسان ليس عن طريق المنافذ المعتادة لكنه بمعنى الأكل والشراب يستعيذ به البدن عن الطعام والشراب، فهذا أيضا من المفطرات. وهذه النسبة العالية من المغذي وهو سكر الجلوكوز يفطر به الصائم لأنه بمعنى الطعام والشراب. وقد قال الرب جل وعلا في الحديث القدسي: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. فهذا لم يدع طعامه وشرابه، يطعم ويتغذى بهذا المغذي، فهو لم يكن في حكم الصائمين. وعلى هذا إذا احتاج المريض إلى هذه الطريقة فإنه يفطر بها ويقضي في الأيام التي لا يكون فيها عملية الغسيل. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أما إن كان مرضه مزمنا ولا يستطيع الصيام سواء في أيام غسيل الكلى أو في الأيام التي لا تتم فيها العملية لأنه مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه، فهذا حكمه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا هو فرضه لقول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعليه جماعة من الصحابة عندما فسروا قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويدخل مع الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة من كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه. نعم. أما إذا كان هذا المريض مريض الفشل الكلوي لا يستطيع أن يقضي حتى في الأيام التي ليس فيها غسيل لمرضه وضعف بدنه وعجزه عن الصيام في طول أيام العام، لا شتاء ولا صيفا، لا مع قصر النهار ولا مع طوله، هذا حكمه حكم من قال الله فيهم: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فالفدية طعام مسكين قال ابن عباس وجماعة من الصحابة هي في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، ويلحق به المريض الذي لا يرجى برؤه، أصحاب الأمراض المزمنة المستمرة معهم طوال العام صيفا وشتاء لا يستطيعون الصيام، فهؤلاء فرضهم إطعام مسكين عن كل يوم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: أثر سحب الدم للتحليل على الصوم،
وردت أسئلة كثيرة من المرضى الذين يعانون خاصة في نهاية رمضان من مراجعات المستشفيات والعيادات الطبية، ويحتاج الكشف إلى تحاليل الدم فمن المسائل المهمة التي يتعرض لها الإخوة من الصائمين والأخوات من الصائمات، تقبل الله منا ومنهم الصيام والقيام وصالح الأعمال، أثر سحب الدم للتحليل على الصوم. وقبل أن نبين الحكم لا بد أن نعلم أن سحب الدم للتحليل هي عملية تجرى للمريض عن طريق سحب كمية يسيرة من الدم ربما لا تتجاوز أكثر من 25 ملي لتر، ولذلك فهي كمية صغيرة بحسب نوع التحليل المراد إجراؤه، ربما تصل إلى أقل من ذلك من 5 إلى هذا العدد، وهي لا تؤثر على الصائم من جهة إضعاف بدنه أو يشعر معها بضعف أو كسل أو حاجة إلى طعام أو شراب، وهذا واقع في كثير من الأحوال، وتجد أن المريض أو المراجع للعيادة الطبية يحتاج في الكشف إلى تحاليل للدم لأنها تجرى له هذه العملية، ولا يشعر بعدها بأي أمر من ضعف أو حاجة إلى طعام أو حاجة إلى شراب. وعلى هذا فالذي يظهر في هذه المسألة أن سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم لقلة الكمية التي تسحب من المريض، وهي تشبه الرعاف، وهو خروج الدم من الأنف، والدم يخرج من الأنف يسمى رعافا، أو خروج الدم من الجروح الصغيرة ونحوها لا يؤثر على الصوم. من المسائل التي يسأل عنها المفتون كثيرا وتعرض لكثير من الصائمين مسألة سحب الدم اليسير لأجل التحليل الطبي التي تؤخذ في براويز لأجل التحليل، هل تؤثر على الصوم؟ الجواب أن هذه الكمية التي تؤخذ لتحليل الدم يسيرة لا تتجاوز في أكثر أحوال عمليات التحليل من 25 ملي لتر من الدم، وهذه نسبة يسيرة جدا، ولذلك لا يشعر المراجع للمستشفيات لأجل التحاليل عندما يؤخذ من هذه الكمية لا يشعر بأي حاجة إلى الطعام أو الشراب، أو لا يشعر أيضا بضعف في بدنه، وإنما الأمر يسير، فهذا لا يؤثر على الصيام. فإذا احتاج المريض إلى التحليل في نهار رمضان فإن صيامه صحيح ولا شيء عليه في ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وعلى هذا فتوى علمائنا من المعاصرين وعلى رأسهم سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له أن سحب الدم للتحليل لا يفسد الصوم، وقال: مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه، لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس المفطرات المعلومة من الشرع المطهر. وإليه ذهب أيضا الشيخ العلامة ابن عثيمين غفر الله له فقال: أما الشيء اليسير من الدم الذي يخرج ولو باختيار الإنسان في مثل سحب الدم للتحليل فهذا لا بأس به، مثل أن يسحب منه دم يسير لفحصه وتحليله فإن ذلك لا بأس به، لأن هذا ليس حجامة ولا بمعنى الحجامة، ولا يؤثر على البدن تأثير الحجامة. ومثل هذا لو خلع الصائم ضرسه، وهذا يقع أيضا لبعض الصائمين، فخرج منه دم، فما أثر ذلك؟ نقول: هذا الدم لا يفطر، لكن عليه أن يحول دون ابتلاع الدم لئلا يصل هذا الدم إلى معدته أو إلى جوفه، ولكن مع هذا لو تهرب شيء من هذا الدم بغير اختياره فإنه لا يفطر بذلك، لأنه إنما دخل هذا الدم بغير طوعه واختياره، ولا شيء عليه في ذلك،
لأن الذي يفطر به الصائم إذا كان قد وصل إلى جوفه باختياره وبطواعية منه وبإرادته. وهذا الحكم بأن أخذ التحاليل للدم لا تؤثر على الصيام هو قول عامة علماء العصر، وهو بمثله لو خرج من الإنسان دم يسير بالرعاف أو جرح صغير خرج منه دم يسير، كذلك لا يفطر الصائم بهذا. أو لو خلع ضرسه في نهار رمضان فخرج معه دم، فإنه أيضا هذا الدم الذي يخرج منه لا يفطر به الصائم، لكن عليه أن يحترز أن يصل إلى جوفه من هذا الدم الذي يخرج بسبب خلع هذا الضرس ونحوه. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ولذلك فإن سحب الدم للتحليل إذا احتاج إليه الصائم في نهاية رمضان خاصة أن بعض المستشفيات التي تجري التحاليل لا تقبل إجراء مثل هذه التحاليل إلا في النهار لأنها لا تعمل في الليل، ولا يستطيع المريض أن يؤجل عملية سحب الدم إلى الليل. فنقول إذا احتاج الصائم إلى أن يسحب الدم للتحليل من خلال هذه الإبر في نهاية رمضان فلا أثر لذلك على صيامه، وصيامه صحيح إن شاء الله. وهذا من يسر الشريعة ومن رحمة الشارع الحكيم، فالحمد لله على اليسر وعلى رحمة الرحيم جل جلاله. وهذه الفتوى وهذا الحكم هما ما جرى عليه العمل وجرت عليه الفتوى من علماء العصر وفقهائه، ولذلك أفتت اللجنة الدائمة للفتوى في المملكة العربية السعودية حين سئلت ما حكم سحب الدم سواء كان كثيرا أو قليلا بالنسبة للصائم، هل يفطر أو لا؟ فأجابت: الحمد لله، إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيرا عرفا فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم، وإن كان ما أخذ كثيرا عرفا فإنه يقضي ذلك اليوم خروجا من الخلاف وأخذا بالاحتياط. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: ولكن هذا بناء، أي القول بأن الفطر بما أخذ من دم كثير احتياطا كما قالت اللجنة، هو من باب الخروج من الخلاف، والخروج من الخلاف كما يقول أهل القواعد الفقهية مستحب وأخذا بالاحتياط، وإلا فإن العلماء مختلفون في أثر الدم الكثير على الصائم الصيام إذا خرج من الصائم دم كثير سواء بالحجامة أو بالتبرع أو بنحو ذلك. ولذلك فإن ضابط الأمر عند الذين يقولون بالفطر بخروج الدم الكثير أنه الدم الذي إذا خرج من الإنسان شعر بالضعف وبالحاجة إلى الطعام والشراب، وبذلك فإنما تجري به العادة في التحاليل الطبية أن الدم الذي يؤخذ من الإنسان لا يؤثر عليه في ضعف بدنه أو في حاجته إلى الطعام والشراب، وبذلك لا يوصى أن يأخذ الطعام والشراب بعد التحاليل التي تجرى عليه، وإنما حاله كحال غيره من الناس، ولذلك لا يؤثر هذا الدم، فالحمد لله على يسر الشريعة. هذا هو المتقرر في حكم أخذ التحاليل، تحاليل الدم في نهار رمضان، وأنها لا تؤثر على الصيام والصيام صحيح. نعم. قال شيخنا حفظه الله: حكم استخدام البخاخات والقطرات لمرضى الربو والذي أو الذين عندهم انحرافات في الأنف حال الصيام. قال حفظه الله: لا شك أن العناية بالأحكام المتعلقة بالمرضى مما تدعو الحاجة إلى بيانه، ولذلك ورد إلينا أسئلة كثيرة تتعلق باستخدام بعض المرضى للبخاخات والقطرات التي تكون لمرضى الربو أو الذين عندهم انحرافات في الأنف فيحتاجون إلى بخاخات معينة، أو مرضى الربو الذين يحتاجون إلى بخاخات علاجية أو إلى قطرات، وما الحكم في استخدام هذه الأمور حال الصيام، وهل يفطر بها الصائم أو لا أم لا،
وهل هي داخلة في المفطرات، وهل إذا احتاج إليها الإنسان حاجة ماسة أو ضرورة يأخذها فيفطر بذلك، أو أنها مما يعفى عن الإنسان فيكون صيامه صحيحا ولا يلزمه قضاء اليوم الذي استعمل فيه الأدوية والعلاجات. هذا ما سيأتي بيانه من ذلك أولا بخاخ الربوي، إذ قد يضطر الصائم إلى استخدام بخاخ الربوي أثناء الصوم، فما أثر ذلك على الصيام؟ وهل استعماله يفطر به الصائم أم لا أثر له على صومه؟ لا بد أولا من إيضاح ما تحتويه هذه البخاخات، فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فقبل الحكم وبيان الحكم الشرعي في استعمال هذه البخاخات، لا بد أن نعلم عن محتوى هذه البخاخات. يحتوي بخاخ الربو على مواد سائلة تتكون من ماء ومواد كيميائية عالقة، منها الفولتارين الذي يعرف عند كثير ممن يستخدم هذا النوع من العلاجات، ويتم استعماله بأخذ شهيق عميق ويضغط على هذا الجهاز في الوقت ذاته، عندئذ يتطاير الرذاذ عن طريق الفم إلى البلعوم ومن ثم إلى القصبات الهوائية، ولكن يبقى جزء منه في البلعوم، وقد تدخل منه كمية ضئيلة جدا إلى المريء. والمهم هنا هو الرأي الشرعي في مسألة بخاخ الربوي. العلماء من المعاصرين اختلفوا في حكم استعمال بخاخ الربوي وفي حكم صيام من يستخدم هذه البخاخات في نهاية رمضان. فالقول الأول والرأي الأول في المسألة، ذهب أصحابه إلى أن هذا البخاخ لا يفسد الصوم متى ما اضطر إليه، لأنه ليس في حكم الأكل والشرب في وجه من الوجوه، إذ هو شيء يتطاير ويتبخر ويزول ولا يصل منه شيء إلى المعدة. ولذلك قالوا بأن استخدام هذا البخاخ لا يفسد الصوم. ويستند أصحاب هذا الرأي إلى أن هذا الرذاذ الذي يخرج من بخاخ الربوي حدوده الرئتان، ومن مهمته توسيع شرايين الرئتين التي تضيق بسبب الربوي. وهذا الرذاذ يقولون لا يصل إلى المعدة ولا يشكل غذاء ولا شرابا للمريض. وهذا القول اختاره وذهب إليه سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، إذ قال في جواب له عن حكم استخدام البخاخ في الفم للصائم، حكمه الإباحة إن اضطر إلى ذلك، فقد قال الله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. ولأنه لا يشبه الأكل والشرب فأشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية. نعم، أيضا مما يكون في العلاجات بخاخ الربو الذي يحتاج إليه بعض مرضى الربو، فيحتاجون إلى توسيع الشرايين في التنفس، فهل هذا البخاخ يؤثر على الصوم؟ ذهب أكثر أهل العلم من المعاصرين وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي وعامة المفتين بأن هذا البخاخ لا يؤثر على الصوم إذا احتاج إليه الصائم في نهار رمضان. لماذا؟ لأن هذا البخاخ أكثره هواء، والإنسان ليس ممنوعا حال صيامه من استنشاق الهواء، وما يكون معه من مواد سائلة هذه يسيرة لا يعلق منها في الفم أو في الأنف إلا نزر يسير أقل مما يعلق في الأنف والفم بسبب المضمضة والاستنشاق في الوضوء، والمسلم يتوضأ بالمضمضة والاستنشاق ولا يؤثر ذلك على صومه.
ومن المعلوم أن هذا البخاخ إنما يذهب إلى الجهاز التنفسي لا إلى الجهاز الهضمي، لا يتجاوز، لا يذهب إلا إلى الرئتين، لا يذهب إلى الجهاز الهضمي، وبالتالي لا أثر في استعمال البخاخات التي توسع الشرايين حال الصيام. ومثلها أيضا ما يسمى بالأكسجين الذي يأخذه الإنسان عند ضيق التنفس، أو الأطفال عندما يحدث منهم وكانوا قد بلغوا سن الصيام، بلغ السن وهو صائم ويحتاج إلى هذا الأكسجين، أخذه لا يؤثر على الصيام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ونحن بينا أن سحب الدم للتحليل ليس من المفطرات، فقاس الشيخ ابن باز غفر الله له استخدام بخاخات الربو على سحب الدم للتحليل، وأن ذلك لا يؤثر على الصوم. الرأي الثاني في المسألة ذهب إليه جماعة من أهل العلم أن البخاخ يفسد الصوم ويفطر به الصائم، لأن البخاخ فيه دواء سائل مضغوط في زجاجة يستنشقه الصائم عن طريق فمه فيفطر به، إذ هو دواء دخل عن طريق الفم. وقيد بعضهم ذلك بأنه إذا وصل الدواء واستعمل واستعمل بالبخاخة إلى الجوف وإلا فالصوم صحيح. والحاصل أننا إذا نظرنا إلى البخة الواحدة نجد أنها تشكل أقل من قطرة واحدة، وهذه القطرة الواحدة تنقسم إلى أجزاء يدخل الجزء الأكبر منها إلى الجهاز التنفسي لا إلى الجهاز الهضمي، وجزء آخر قليل يتسرب على جدار الفم والبلعوم، فكم يتبقى من تلك القطرة للدخول إلى الجوف أو إلى الجهاز الهضمي؟ قد يكون ما يدخل من قطرات من قبل الاستنشاق أو المضمضة أكثر من ذلك. إذن ما يدخل إلى الجهاز الهضمي مما يتبقى يسير جدا، بل قد يكون أقل مما يدخل الجوف من قطرات عقب الاستنشاق والمضمضة في الوضوء. ولا قائل من أهل العلم بأن المضمضة والاستنشاق يفطر بها الصائم. وعلى هذا والذي يظهر والله تعالى أعلم جواز استخدام بخاخات الربو للصائم، وأن هذا اليسير الذي ربما دخل إلى الجهاز الهضمي معفو عنه، كما ذهب إلى ذلك جماعة من المحققين من أهل العلم في هذا العصر. وقولهم هذا أقرب إلى الصواب، وهو الموافق لسعة الشريعة ويسرها. لماذا؟ لأن الأصل صحة الصوم، وهذا هو اليقين، اليقين أن الصوم صحيح، ولا يخرج الإنسان من اليقين إلا بيقين مثله، فلا يزول اليقين بالشك، وإنما يزول اليقين بيقين مثله. فإذا احتاج الصائم إلى استخدام بخاخ الربو جاز له ذلك، لقول الله سبحانه: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. أما المسألة الثانية وهي استخدام بخاخ الأنف للصائم، لأن من المسائل المهمة والمتعلقة ببعض الأدوية وأثر استعمال هذا الدواء على الصوم استخدام البخاخ في الأنف، فنحن نقول إن هذا البخاخ الذي يكون في الفم هل هو بحكم البخاخ الذي يكون في الأنف وحكمهما واحد، أم أن المسألة تختلف؟ هذا ما سنبينه بإذن الله. حكم استعمال بخاخ الأنف للصائم والأثر الطبي في استعمال هذا الدواء على الصوم. من المسائل المهمة التي ننبه إليها ويسأل عنها كثير من الصائمين والصائمات عن حكم استعمال بخاخ الأنف للصائم، وهي متعلقة بالأمر الطبي وأثر استعمال هذا الدواء على الصوم. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا في اعتبار ما يدخل من الأنف مفسدا للصوم أم لا، وذلك نتيجة اختلافهم في دلالة حديث لقيط بن صبوة رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبناء عليه
فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم يفسد به صومه، ليستوي في ذلك بخاخ الزكام أو الصعوط أو مسحوق عطر أو ماء أو غير ذلك. أما الرأي الثاني في هذه المسألة فذهب أصحابه إلى أن كل ما يدخل من الأنف إلى بدن الصائم لا يفسد صيامه به مطلقا. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله: وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين صلى الله عليه وسلم ذلك عرف أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلماذا لم ينهى الصائم عن ذلك؟ فلما لم ينهى الصائم عن ذلك. ولا يزال الكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فلما لم ينهى الصائم عن ذلك، فلما لم ينهى الصائم عن ذلك، فلما لم ينهى الصائم لم ينهى، نعم الله أحسن الله إليكم، قال: فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخيره والدهان وكذلك اكتحاله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال شيخنا حفظه الله: نعم، لما لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى ذلك دل على جواز التطيب وعلى جواز التبخر وعلى جواز الادهان وعلى جواز الاكتحال. أما الرأي الثالث في هذه المسألة فذهب أصحابه إلى التفريق بين ما له جرم كالماء والصعوط والعطر المسحوق، فعدوا ذلك من المفطرات إذا وصلت إلى الحلق، ففرقوا بينه وبين ما ليس له جرم كالبخاخ ونحوه فلا يفسد الصوم. وهذا الرأي مال إليه سماحة شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، فقد سئل عن استعمال بخاخ الأنف في الصوم فأجاب رحمه الله: لا بأس بذلك عند الضرورة، فإن أمكن تأجيله إلى الليل فهو أحوط. انتهى. وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يفرق بين بخاخ الأنف والقطرة في الأنف، فقد قال رحمه الله: أما القطرة في الأنف فلا تجوز، لأن الأنف منفذ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وعلى من فعل ذلك، ولا يزال الحديث للشيخ عبد العزيز بن باز غفر الله له، وعلى من فعل ذلك القضاء لهذا الحديث وما جاء بمعناه إن وجد طعمهما في حلقه. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: وأكثر أهل العلم من المعاصرين على أن القطرة في الأنف تفطر، وحجتهم في ذلك ظاهرة كما تقدم، إذ ما يوضع في الأنف من قطرات ينفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فيكون مفطرا، لحديث لقيط بن صبوة رضي الله عنه عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فإن وضع القطرة في الأنف أبلغ من المبالغة في الاستنشاق، لأن المبالغة في الاستنشاق يحتمل أن يصل بها إلى حلقه شيء من الماء، ويحتمل أن لا يصل، لكن القطرة آكد، لأن الإنسان يضعها بحيث لا تخرج. وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي إلى أن القطرة، قطرة الأنف وبخاخ الأنف، لا تعتبر من المفطرات إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. وإن المتأمل في يسر الشريعة الإسلامية يدرك على وجه اليقين
أن الله يريد أن الله سبحانه وتعالى يريد بنا اليسر. قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وبالمناسبة فإن هذه الآية جاءت في معرض آيات الصيام، فنحمد الله على تيسير أمر هذه الشريعة على المسلمين. قطرة الأنف محل خلاف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث لقيط بن صبرة: بالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذه القطرات التي تكون في الأنف فيها معنى المبالغة في الاستنشاق، ولذلك قالوا يتجنبها الصائم. والقول الثاني قالوا إنما يصل من قطرات في أنف الإنسان إلى جوفه لا يكون إلا يسيرا معفا عنه. وشيخ الإسلام ابن تيمية أطال الكلام لبيان جواز التطيب والتبخر والدهان والاكتحال ولو وصل شيء من ذلك الأثر إلى الجوف أو تقوية البدن ونحوه، لأن ذلك مما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه، وهذه مما تعم بها البلوى. ومع عدم بيان حكمها في أثرها على الصيام دل على جوازها للصائم. والشريعة جاءت باليسر، والله جل وعلا قال في آيات الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فلو الإنسان احتاط وترك هذه القطرة في نهار رمضان فهذا هو الأولى، لكن لو احتاج إليها فالأظهر، وهو عليه قول مجمع الفقه الإسلامي وجماعة من المعاصرين، بأن لا أثر لقطرة الأنف على الصيام. نعم. قال شيخنا حفظه الله: ومما يتصل بهذا الحديث حكم استعمال قطرة الأذن والعين للصائم، فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله في قطرة الأذن هل هي من المفطرات أم لا، فمنهم من قال بفساد صوم من قطر في أذنه قياسا على الأنف بحجة أن كلا منهما منفذ، ومن قال بذلك عد الحكم الوارد في حديث لقيط بن صبوة رضي الله عنه: بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما على الأذن. ومنهم من قال بصحة الصوم لأن الأذن ليست منفذا للأكل والشرب، ففرق بين الأنف وبين الأذن. والذي يظهر، قال شيخنا حفظه الله: والذي يظهر أن قياس الأذن على العين أولى من قياسها على الأنف، لأن الأنف منفذ إلى الحلق والجوف، أما الأذن فالأمر فيها مختلف لوجود الغشاء الطبلي طبلة الأذن الذي يفصل الأذن الخارجة عن الأذن الوسطى وتقف عنده السوائل فلا تنفذ إلى ما وراءه. لكن إذا كان الغشاء الطبلي طبلة الأذن مثقوبة فيمكن لقطرة الأذن أن تصل إلى البلعوم، أما مع سلامة طبلة الأذن فالصوم صحيح إذا استخدم قطرة الأذن، ولا حرج عليه في ذلك لأن الأذن ليست من المنافذ المعتادة للجوف. وكذا يقال فيما يتعلق في قطرة العين، فإن الصحيح أن العين ليست بمنفذ إلى الجوف وعليه، فلا حرج من استعمال قطرة العين للصائم، ولا أثر على الصيام من استخدام هذه القطرة، إذ العين ليست بمنفذ إلى الجوف وعليه، فلا بأس من استخدام قطرة العين للصائم، ومثله الاكتحال. وإلى جواز استعمال قطرة العين والأذن للصائم ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي، وأن ذلك لا يؤثر على الصوم. أما القطرات الأخرى التي تكون في العين أو في الأذن، فإن الأذن و
العين ليست من منافذ البدن، ولذلك فلا أثر لهذه القطرات على الصوم. للصائم أن إذا احتاج أن يستعمل هذه القطرات في أذنه أو في عينه، ولا حرج عليه وصومه صحيح ولا أثر لهذه القطرات على الصوم. نعم. قال شيخنا حفظه الله: حكم علاج الأسنان في نهاية رمضان. من المسائل التي يكثر السؤال عنها حكم علاج الأسنان في نهاية رمضان، ومعلوم ما يصاحب ذلك من تخدير لموضع السن بواسطة حقنة مخدرة أو بخاخ مخدر، وما يحصل أثناء الحفر من قيام الطبيب بوضع جهاز لشفط السوائل من الفم، وقد يطلب الطبيب من المريض التمضمض بماء أو مطهر أثناء عملية الحفر أكثر من مرة، وقد يخرج من المريض دم أثناء هذه العملية يختلف من حيث القلة والكثرة، والمريض أثناء ذلك يكون في وضع قريب من الاستلقاء الذي هو مظنة لنزول هذه السوائل والدم إلى الجوف. والسؤال: ما مدى تأثير حفر السن وعلاج السن وما يصاحب ذلك على الصوم في نهاية رمضان؟ من المعلوم أن الفم له حكم الظاهر، فلا يفطر الصائم بما دخل في فمه إلا إذا وصل إلى حلقه. هذه قاعدة مهمة لا بد من معرفتها، أن الفم له حكم الظاهر فليس من الجوف. لا يفطر الصائم بما دخل في فمه إلا إذا وصل إلى حلقه، فإن الحلق من الجوف. والفقهاء رحمهم الله قد تعرضوا لمسألة علاج السن في نهاية رمضان، ونص المالكية رحمهم الله على الكراهة، وقالوا إن خاف على نفسه من الضرر بتأخر مداواته إلى الليل فإنه يجوز له ذلك، وإن لم يخف فإن سلم ولم يبتلع شيئا من الدواء صح صومه، وإن وصل إلى جوفه منه شيء فسد صومه وقضى ذلك اليوم. أما إذا كان لا يخاف على نفسه الضرر بتأخيره إلى الليل، ولكن احتاج إلى المداواة وليس على وجه الضرورة، قالوا فإنه يكره له ذلك، وإن داواه ليلا فإن وصل الدواء إلى جوفه نهارا. فالظاهر عندهم أنه ليس مثل هبوط الكحل من العين إلى الجوف، لأن فيه وصولا من الخارج إلى الجوف، فهذا الذي وصل من الخارج إلى الجوف كما نص على ذلك فقهاء المالكية رحمهم الله ليس كهبوط الكحل من العين. وأيضا هذه مسألة تعرض لبعض الصائمين يحتاج إلى علاج سنه وضرسه في نهار رمضان، فما أثر هذا العلاج بالحفر أو بأخذ المخدر إبرة المخدر للضرس وما يحتاجه من مضمضة بماء أو بمطهر على صيامه؟ المهم أولا أن نعلم أن الفم هو في حكم الظاهر وليس من جوف الإنسان، ليس له حكم الجوف، ولذلك لو أدخل الإنسان إلى فمه شيئا متعمدا ثم مجه فإنه لا يفطر بهذا، ولذلك الإنسان يتمضمض. وعلى هذا لو أنه أدخل شيئا من الطعام إلى فمه ثم مجه فصيامه صحيح، وهذا ما ينص عليه الفقهاء من جواز التذوق عندما يحتاج إنسان أن يذوق طعم شيء، لأن هذا التذوق لا يتعدى الفم، والفم حكمه حكم الظاهر لا حكم الجوف. وهذه العملية التي تتم في الأسنان في الفم، والفم له حكم الظاهر، فلا أثر لعلاج السن على الصيام إلا
لو دخل إلى جوفه شيء ابتلعه عمدا، أما لو دخل إلى جوفه من غير عمد فإنه يعفى عنه في ذلك. نعم. قال شيخنا حفظه الله: وأيضا مما يلحق بذلك مسألة ابتلاع شيء من ماء يخرج من المعالج يعني المريض، فلو خرج من أسنانه دم فدخل هذا الدم مثلا إلى الحلق أو ابتلعه، فإن كان الغلبة للدم كما يقول الحنفية فسد صومه وعليه القضاء. يقول علاء الدين الكاساني الحنفي: لو خرج من بين أسنانه الدم فدخل حلقه أو ابتلعه، فإن كان الغلبة للدم فسد صومه وعليه القضاء ولا كفارة عليه. يقول ابن قدامة المقدسي رحمه الله وهو من الحنابلة: فصل. فإن سال فمه دما أو خرج إليه قلس أو قيء فازدرده أفطر، وإن كان يسيرا، لأن الفم في حكم الظاهر والأصل حصول الفطر بكل واصل منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. وإن ألقاه من فيه وبقي فمه نجسا أو تنجس فمه بشيء من خارج فابتلع ريقه، فإن كان معه جزء من المنجس أفطر بذلك الجزء وإلا فلا. انتهى كلامه. قال شيخنا حفظه الله: فالقاعدة أن الفم له حكم الظاهر كما بينا، وأن ما يدخل إليه ننظر إن وصل إلى الحلق فسد الصوم، وإن لم يصل إلى الحلق لم يضر الصوم. وبناء على كراهة العلماء للصائم أن يدخل في فيه شيئا من مضمضة بغير وضوء، فإن مداواة السن بالحفر لا يخلو من حالين: الحال الأولى أن يمكنه التأخير إلى الليل ولا يخاف الضرر بذلك، فها هنا يكره الحفر السني نعم فها هنا يكره الحفر السني والمداوى لهذه السن في النهار، كما نص على ذلك علماء المالكية رحمهم الله لما فيه من تعريض الصوم للإفساد بوصول الدواء إلى الحلق. الحال الثانية أن يخاف على نفسه الضرر بتأخير المداواة إلى الليل، أو أن يشق عليه لنزول شيء من الدواء أو الدم الخارج من الأسنان أثناء الحفر، أو شيء من المضمضة الدوائية إلى الحلق، فإن وصل شيء من ذلك إلى الحلق فسد صومه. والأحوط للمسلم وللمسلمة ترك المداواة بالنهار ما أمكن ذلك، لما فيه من تعريض الصيام للفساد لوصول شيء من الدواء أو الدم للحلق، وخصوصا أن المريض طوال فترة المداواة يكون في وضع الاستلقاء الذي هو مظنة إلى وصول ذلك إلى الحلق غالبا، فيعود على صومه بالفساد، فعليه أن يصبر إن أمكنه ذلك، ولا يعرض نفسه لفساد صومه ما لم يخف على نفسه ضررا، لأن وجع الأسنان لا يبيح الفطرة إلا إذا كان هذا الألم شديدا بحيث لا يستطيع أن يبقى مع هذا الألم إلى الليل. لذلك يقول البهوتي رحمه الله: ولا يفطر مريض لا يتضرر بالصوم، كمن به جرب أو وجع ضرس أو أصبع أو دمل ونحوه. قيل لأحمد: متى يفطر المريض؟ قال: إذا لم يستطع. قيل: مثل الحمى؟ قال: وأي مرض أشد من الحمى. انتهى. قال شيخنا حفظه الله: لكن إذا وصل الأمر إلى التضرر والألم الشديد، ووصل من ذلك العلاج إلى حلقه شيء من ماء تمضمض به أو دواء، فإنه يفطر ويقضي عن ذلك اليوم. أيضا من المسائل خلع السن، وهذه المسألة مهمة جدا، وعليها أسئلة نرجئها. لكن قبل ختمه هذا نعرج على مسألة ورد عنها سؤال أو أسئلة في استخدام البخاخ الموضعي للفم وأثره على الصيام، وذلك بأن بعض المرضى يحتاج أن يضع شيئا من بخاخ لعلاج موضع في فمه، فهل هذا يفطر الصائم به أم لا؟ نص قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي المتعلق بالمفطرات على ذلك، وجاء في القرار الأمور التالية: لا تعتبر من المفطرات المضمضة والغرغرة وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب الصائم ابتلاع ما نفذ إلى الحلق. نعم. وبهذا نقول
إذا احتاج المسلم إلى مداواة ضرسه في نهار رمضان ولم يتمكن من تأخيره إلى الليل فإنه لا حرج عليه في ذلك، لكن عليه أن يتحرز من أن يصل إلى جوفه شيء من دم أو مواد سائلة من مطهر ونحو ذلك. وعلى هذا فإن أيضا مما يحتاجه المريض في علاج سنه استخدام البخاخ الموضعي الذي يكون للبنج، هذا لا أثر لهذه البخاخات المخدرة التي تؤخذ عن طريق الإبر المخدرة في السن لأجل علاج السن على الصيام، لا حرج ولا أثر لهذه الأبر التي تؤخذ لأجل تخدير منطقة السن لأجل العلاج على الصوم، والصوم صحيح ولا يفطر الصائم بذلك. نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا الفقه في دينه، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يجزي ولاة أمرنا كل خير، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يعيننا في هذا الشهر على فعل ما يرضيه، وأن يكتب لنا فيه القبول والغفران والعتق من النيران. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.